وللمزيد ده ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور أشلي أنصاري، عضو الحزب الجمهوري. مرحبا بك دكتور أشلي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك معنا عبرة. بداية دكتور أشلي، دعني أسألك، كيف تمكن ترامب من العودة إلى البيت الأبيض؟ بذكائه وذكاء المستشارين بتوع ترامب. هم طبعا كانوا مدركين ان كمالا هاريس ما كانش عندها وقت كفاية عشان تحط الجهود اللازمة للانتخابات الرئاسية، وايضا هي عملت خطأ جسيم جدا في احدى المقابلات التلفزيونية، والسؤال ليها من احد المذيعين ما هي سياسة كمالا هاريس في المستقبل، فذكرت ان نفس سياسة اوف جو بايدن، معناها ان هي ما عندهاش السياسه بتاعتها هي ولا عندها الاستراتيجي، وبالتالي ده كان ليه تاثير سيء جدا على الناخب الامريكي، وما زالوا يتذكرون هذه المحادثه التلفزيونيه. ايضا ترامب راجل هيز سيلز مان، بيعرف يبيع كويس، معروف عنه ان هو لما بيهاجم العدو بتاعه بشراسه جدا وبغرور، واحيانا بيبقى فيه نوع من الكذب، ده ممكن يأثر على الناخب الأمريكي، لأن مش كل الناخب الأمريكي متعلم ومثقف وخلافه. في جزء كبير جدا طبعا هو بيحاول يرى نفسه في الصورة الكبيرة جدا. هو زرع في دماغ الناس إن الديمقراطيين مش هم الديمقراطيين بتوع جون إف كينيدي ولا بتوع الستينات أو السبعينات. الديمقراطيين حاليا القياده بتاعتهم هم الاغنياء وهم المليونيرات، وان الحزب الجمهوري هو الذي يعبر تعبير صادق عن 90% من اصحاب البيزنسز اللي موجوده في الولايات المتحده، وهؤلاء هم الميدل كلاس الذي يعتمد عليها الاقتصاد الامريكي. طيب دكتور أشلي، لو انتقلت معك لنقطه اخرى، فكره قبل هذه الانتخابات كان كل الخبراء يتوقع تقريبا أن تكون النتائج متقاربة جدا، أو ربما هذه الانتخابات هي الأصعب من حيث أن يقرر الناخب الأمريكي من سينتخب. هل كنتم تتوقعون هذا التقدم الملحوظ خاصة في الولايات المتأرجحة، يعني تقريبا 7 ولايات المتأرجحة كاملة، هل كنتم تتوقعون هذا التقدم؟ يس، أنا شخصيا كنت متوقع هذا، وبما انني عضو في الحزب الجمهوري واللجنه المركزيه اللي موجوده في مدينه اورلاندو فلوريدا، فبالتالي كنت ملم جدا وبسمع بشوف اصوات الناس بتقول ايه. الشعب الامريكي مهم جدا عنده الاقتصاد، واي رئيس هيجي لن يجرؤ انه ينجح الا اذا جاوب على اسئله ماذا سوف يكون الاقتصاد الامريكي في السنوات القادمه، ال4 سنين القادمه. فطبعا من ناحيه الانفليشن، ارتفاع الاسعار، من ناحيه الانترست ريت الموجود مع البنوك، من ناحيه الاميجريشن الله، فهو ترامب والحزب الجمهوري باكمله عرف ايه هي النقط الحساسه التي يحتاجها الناخب الامريكي. كمالا هاريس اعتمدت على السوشيال سيرفيسز، على الاشتراكيه، السوشياليزم، اعتمدت على ان هي تحسن الصحه والتعليم، انما ده مش هو الاساس بتاع النخب التصويت النخب الامريكي. طيب دكتور أشلي، يعني عاد ترامب للبيت الابيض في ساحه جيوسياسيه اكثر خطوره بكثير مما تركها منذ 4 سنوات. ما الذي ستحتاجه إدارة ترامب في هذه الحالة، في الإدارة الثانية طبعا، للتعامل مع المتغيرات، ولو نبدأ مثلا من المتغيرات في الشرق الأوسط؟ الشرق الأوسط، أنا كنت النهاردة الصبح صباحا 7 صباحا أيضا مع 2 تلفزيونز بروجرامز من الشرق الأوسط. الشرق الأوسط مش مشكلة كبيرة بالنسبة للناخب الأمريكي. فالسؤال بتاع حضرتك، هل هي مشكلة للرئيس ترامب؟ هي طبعا مشكلة لكل رئيس بيجي على دكتور أشلي. لو أوضح لك هذه النقطة، أنا أتحدث عن تعامل ترامب، يعني لا أتحدث هنا عن الناخب الأمريكي، أتحدث عن ملفات أمام ترامب بعد عودته للبيت الأبيض في يناير المقبل. هو ترامب واضح عملها واضحة جدا، إن قيام دولتين هي الحل الأمثل للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية،
الواضح جدا ان الرئيس ترامب عنده مشكله كبيره جدا مع الفلسطينيين، لان الفلسطينيين غير متحدين ومنشقين على بعض، ولا يصح على الاطلاق ان يحصل فيه نوع من السلام العادل ما بين الاسرائيليين والفلسطينيين الا اذا كان الفلسطينيين متوحدين. انت عندك حماس في غزه، وعندك الضفه الغربيه في رام الله فيها الجبهه الفلسطينيه او الحكومه الفلسطينيه المؤقته. وبالتالي انت عندك شعب منشق على نفسه، وعندك شعب عنده تو ديفرنت ايديولوجيز، تو ديفرنت افكار مختلفه. فاعتقد ان للاسف الشديد الخسران في هذه العمليه هو الشعب الفلسطيني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أشلي أنصار عضو حزب الجمهورية.